انا ممكن اسالك واقول لك انظمه الموفي المخالفات المئويه، تقول لي قطع اشاره 3000 ريال، لكن اجي اقول لك انظمه المرور في الحوادث المئويه بقطع الاشاره يمكن ما حد جاوب. مشعل يوسف الوابلي محقق حوادث لي في المجال 3 سنوات حاليا. هو لا اخفيك في اليوم اللي وقعت فيه العقد لعمل محقق حوادث كانت معايا عقد ايضا من احد البنوك، بس فضلت اني ادخل محقق حوادث. انا في تحديات كبيره، وبنفس الوقت ترى من يوم انا صغير وانا شفت حادث وقفت وتفرجت، احب الاكشن، فسبحان الله كبرت وصرت اشتغل بهالشغله دي بالتحديد. انت حرفيا انت قاضي، شغال قاضي، لان اول شيء انت تشتغل مع مآسي الناس، تشتغل بحقوق الناس، تشتغل باموال الناس، وتحقق بحوادث ومو بسيطه. ليش؟ انك انت تحكم باليوم من 10 الى 15 حادث وتعطي نسب باليوم الواحد. ترى احنا نحقق احيانا في سيارات على مليون ريال، فلذلك لازم يكون المحقق الكفاءه عاليه جدا. في بيت معروف شمال الرياض، البيت مسيكين يقع في نصف في التقاطع، زاويه البيت الباب الفله، وما شاء الله من النوع البيوت هذه اللي دائما بيبانها مفتوحه، ودائم قالطن عندهم واحد بحادث. اي ما يصير حادث في التقاطع الواحد دائما يحاول يتفادى، فلما يتفادى ما له الا باب البيت، باب مفتوح بس يدخلون يحكون في الباب ويدخلون في نص الحوش. طبعا اللي يغطي في ذيك المنطقه انا بنفس البيت ذاك بشوف له حادثين، وكل ما دقنا الجواز ردوا عليه قالوا ايه حادث يلا نازلين، عارفين الموضوع. اذكر بشرت حادث لبنتين، البنات متحوشات والكلام اللي صار بينهم اقشر شوي، تعطيني تحقيق في الحادث ابو 10 ثواني تتكلم عن البنت 50 ثانية. هديتهم انا، جلستهم بالسيارات، واحده من البنات حضر ابوها لموقع الحادث، ما امداني ابدا الا ابوها جاي، وضيت الرخص قلت شوف، قال هذه بنت عمنا. الابو تواصل مع ابو البنت الثانيه، هلا ابو فلان وش الاخبار وش العلوم، بنتي متصادمه مع بنتك، كلهم سووا تنازل عن بعض، الاباء هم يتنازل، السيارات وسميهم اصلا هم يتنازل عن بعض، والبنات الحين متهاوشات. شوفوا حقق الحوادث هذي دائما يقال انهم نفسيين نفسيتهم بخشومهم. انا من يوم اطلع من الدوام الى ما ارجع ضغط، جدا ضغط. ترى اباشر جميع فئات المجتمع، اباشر للرجال للبنت، اباشر الكبير السن للسعودي لغير السعودي الاجنبي، اباشر حوادث الناس نهدي من الناس. يعني كميه انت تسوي اكثر من شغله بلحظه واحده، نفسيتك بتتغير. الناس يقول وش في المحقق ما يسولف معنا، هو بجاي يسولف معك، هو 18 دقيقة لازم أخلصك، تبغاني يسولف معك، خل نخلص ونمشي. تبديل السائق هذا واجد يصير. ليش؟ لأنه يصير أحيانا الطرف ما معه رخصة ويروح يبدل سائق، ليه؟ عشان يشمل التأمين. وأحيانا يجي مثلا شخص صدمة من الباب والصدام اللي قدام عنده صدمة قديمة، يقول ترى الصدام اللي قدام مع الباب، فتحاول يضيف صدمات قديمة. هذا يجوز من جزء الاحتيال، لو حطيت احتيال ما حياخذ لا باب ولا صدام ووجه من الوجه أبيض. كان رمضان، درجة الحرارة تقريبا 50 تصفق لها 50، فسألت السواق الخاص كيف صار الحادث، ذكر أن السيارة الأخرى دخلت عليه وصدمته. الشخص الثاني لما سألته كيف صار الحادث قال لي هذاك دخل علي. سيارة الشخص هذا المعني من السالفة فيها أحد يطق القزازة، أنا أسمع الطق بس مركز بعد مع الأقوال هنا، وأسمع الطق والباب يفتح ويقفل يفتح ويقفل. في اللحظة هذه اللي أنا قاعد أباشر فيها الحادث فجأة الباب ينفتح حق السيارة اللي مظللة، وينزل منها ولد يمكن عمره 14-15 سنة، ويركض اتجاهي ومسكني كذا قال تكفى انقذني تواهم خطفيني، فصاروا يسحبونه من عنده يضربونه. الشخص هذا لما نزل لي كان مضروب من هنا مضروب من هنا وفي دم من يده، فيتضح لي ان الولد مضروب. انا خلاص انا نسيت نفسي ما همني، يا انه يرجع لاهله اليوم يا يخطفوني معه، ما عندي اي مشكله. في اللحظه دي انا توجهت بعيد شوي عنهم كاني اصور الحادث، وانا ما كنت اصور، كنت شابك السماعه قاعد اكلم الجهات المختصه ابلغ البلاغ. انا رجعت سالته كيف صار الحادث، فيقول انا بنفسي نطيت ولفيت الدركسون وسببت الحادث. الولد نفسه اللي مخطوف.
أذكر الشخص صادم أربع سيارات، ومن سوء حظه سيارتين من الأربع سيارات هذه كانت من السيارات الحليلة يعني الغالية. يعني أنا أتوقع بالحادث هذاك يبي يتحمل من مجموع الأربع سيارات من 300 إلى 400 ألف. أنا وجعت لما مقبل عنده إلى الولد وجه الله لا يوفي، كنا ميت عز أخويا. قلت ترى وضعت الشاشة حقت الجوال، قلت ترى معك تأمين، قلت حداك يا أنه طبع لي طبع. أنا أذكر قبت الحين توجه. في عصر رقمي متغير باستمرار، المواكبة هي أساس النجاح، ولأننا رواد المستقبل الرقمي نوظف خبراتنا وقدراتنا لنمكن، نبتكر، نبدع في تبني أحدث التقنيات وتوفير الحلول بكفاءة وذكاء. Solutions by STC. خلتني أعرف أتعامل مع كل الناس، تجيبني العصبي أمتص غضبه. أصلا أنا بقابل الناس اللي في ضغوط عالية، يعني أنت هتروح الموقف حتى لو كان الأشخاص طيبين وكويسين، لكن في اللحظة دي حيكونون شديدين الانفعال. وتأكد أن معاملتك مع الشايب كبير السن غير مع الشاب، مع البنت غير مع الولد. لو ما اشتغل محقق كنت راعي السرعة شوي، الحين والله نهادي وموري طيبة، شايف من الكوارث الله أعلم. قصرت وانتهى. أذكر العافية ما قصرت. شكرا لاستضافتكم وأهلا وسهلا. حياكم.